السلام عليكم أعزائي التلاميذ. إذا هذه الحصة غادي نديرو أول درس من لاشيمي أورغانيك اللي هو استيريفيكاسيون هيدروليز. إذا لاشيمي أورغانيك هي ديك لاشيمي اللي كتهتم بلي كومبوزي أورغانيك. شكون هو أن كومبوزي أورغانيك؟ بكل بساطة هو واحد الجسم اللي تتكون غالبا من لي زاتوم ديال الكربون و لي زاتوم ديال الهيدروجين. واش واضح؟ إذا سي ان هيدروكاربور، يعني مكون أساسا من الكربون و الهيدروجين. اذا اول فامي غادي نقراوها هي لا فامي دي زالكان. اش كنعنيو بان الكان؟ ان الكان بكل بساطه هو واحد الكربون ساتوري عامر بلي زاتوم ديال الهيدروجين. كلنا كنعرفوا ان ذره ديال الكربون كدير 4 ديال لي ليزون كوفالونت. اذا واحد الكربون كيدير 4 ليزون كوفالونت، واش واضح؟ اذا كل ليزون لاصق فيها ان هيدروجين، اذا هذا هو الالكان. اذا او فاش تكون عندنا كربون واحد ديال الكربون، فاش تكون عندنا ذره واحده ديال الكربون لاصقين في 4 ديال لي زاتوم ديال الهيدروجين، هذه كتعطينا الميثان، ما يسمى بالميثان. واش واضح؟ اذا الالكان ديما كنزيدو ليه داك السيفيكس في الاخر اللي هو ان. اذا ميثان، ايثان، بروبان، ديما هاد ان كاين. واش واضح؟ اذا مثلا عندنا جوج لي زاتوم ديال الكربون، كربون مع كربون، شحال من هيدروجين غيكون لاصق فيهم؟ اذا كل واحدة غدير 4 لي ليزون. اذا هادي اش 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 اش. اذا نبداو الحساب من هنا، 1 2 3 4 5 6. اذا هي سي لا فورمول بغيت ديالها هي سي جوج اش 6، سي جوج اش 6. اذا هي الايطان، هادي كنسميوها الايطان سي 3. اذا شكون هي لا فورمول جينيرال ديال لي زالكان؟ لا فورمول جينيرال هي كنكتبو سي ان في اش 2n بلس 2، مفهوم؟ هادي هي لا فورمول جينيرال ديال لي زالكان، هادو هما اللي كيتسموا لي زالكان. شديتي سي ان تساوي 1، يعني الميثان 1 شحال غادي نشدو في اش؟ 2 في 1 هي 2 زائد 2 هي 4، اذا هي 4 ديال لي زاتوم ديال الهيدروجين، هذا هو الميثان. سي فيها 2، اذا 2 2 2 4، 4 زائد 2 6. سي فيها 3، 3 في 2 6 زائد 2 8. سي فيها 4، 4 في 2 8 زائد 2 10، وغادي. واش واضح؟ اذا الاولى فاش تكون كربون واحد كتسمى الميثان، جوج لي كربون ايثان، 3 البروبان، بيتان، بنتان، هيكزان، هيبتان الى اخره، وراهم كثر. نتوما حفظوا غير 6 ولا 7. واش واضح؟ اذا خاصكم ضروري تحفظوا واحد 6 ولا 7، مفهوم؟ من هاد لي زالكان هادو. شكون اللي كيجي من مورا هاد لي زالكان كيتسماو لي زالكيل. شكون هو ان الكيل؟ بكل بساطه هو واحد الالكان فقد واحد لاتوم ديال الهيدروجين، هي يعني مبقاش فيه سي اش 4 ولا سي اش 3، هذا تيولي الكيل، يعني كنعوضوا هاد ان بايل. واش واضح؟ اذا كما غادي تشوفوا دابا، اذا لي زالكيل هو قلنا واحد الالكان فقد واحد الهيدروجين، يعني تنعوضوا هاد ان هادي بايل، تنعوضوا هاد ان باش بايل. اذا ديك ان كنعوضوها بايل، صافي. مثلا عندك اذا تيولي سي اش 4، اذا فقد واحد الاش غادي يولي سي اش 3، هذا غادي نسميوه مي تيل، مفهوم؟ هذا ايتان، غادي نحيدو هاد ان وغادي يولي ايتيل سي 2 اش 5، غادي يولي هو ايتيل سي 3 اش 7، سي 3 اش 7 غادي يكون هو بروبيل. الى اخره. اذا هذه هي لا فامي دي زالكيل. واش واضح؟ اذا عندنا هنا لا فامي دي زالكان، لا فامي دي زالكيل. اذا الان غادي نعطيكم امثله وغادي نحاولوا نسميهم. واش واضح؟ الامثله على ديال لي زالكان، ونحاولوا حنا لا نوموكلاتور ديال لي زالكان. واش واضح؟ نسميوه. بالنسبه لا نوموكلاتور دي زالكان كنبداو تنسبو لا شين برينسيبال، يعني كنشوفوا شحال من كربون كاين هنا، كاين 1 2 3. اذا 3 اذا هو البروبان، اذا تنكتبو اوتوماتيكمون بروبان. كنجيو للمثال الثاني، كنشوفوا شكون هي اطول شين اللي فيها لي كربون. هنا نحسب 1 2 3 4،
الا جيت من هنا واحد جوج ثلاثة أربعة، واش واضح؟ إذا فين ما مشيت تنلقى أربعة. إذا كنشوف أطول شين، بحيث هاد لاغاسين مثلا نشد هاد لاشين هادي واحد جوج ثلاثة أربعة، بحيث هاد لاغاسين هذا اللي هو غاسين ألكيل نعطيه أصغر رقم اللي نبدا الحساب. إذا إلا بديت الحساب من هنا غنكون واحد جوج ثلاثة، غنعطيه ثلاثة. أما إلا بديت الحساب من اليسار غنعطيه جوج، واحد جوج. إذا هنا منين نبدا الحساب من اليسار؟ إذا غنبدا هنا عندي واحد جوج ثلاثة أربعة. إذا كنبدا ديما بدوك لي غاسين ألكيل هما اللي كنبدا بيهم. إذا جا في جوج كنكتب جوج، أش يكون؟ ميتيل. جوج ميتيل، ما تنكتبش او الا كان في الوسط ديال الكلمه، صافي تنديرش ديك او. ميتيل اش هادي واحد جوج ثلاثه اربعه، اذا بيطان، صافي. نجي عاد تاني لهنا، غادي نبدا واحد جوج ثلاثه اربعه، هادي هي اكبر شين اللي فيها اربعه، واحد جوج ثلاثه اربعه، التالت اربعه، والتالت تحت اربعه، واحد جوج ثلاثه اربعه. ولكن الا بديت، الا جديت مثلا هاد لاشين هادي ديال الوسط، الا بديت من هنا غنكون واحد جوج، هاد جوج ديال لي غاسين غادي يجيو في جوج، بجوجهم غادي يجيو في جوج. اما الا بديت من اليمين واحد جوج ثلاثة غيجيو في ثلاثة، اذا لا ديما كنختار اصغر رقم. اذا غادي نبدا من هاد الشيء هذا، من نبدا من اليسار، اذا واحد جوج ثلاثة اربعة. اذا هادو بجوجهم جاو في جوج، اذا كندير جوج فاصلة جوج، يعني جوج راه الرقم جوج مضوبل فيه جوج، فيه جوج ديال لي غاسين بجوجهم ميتيل. إذا هنا مثلا كتبش جوج جوج ميتيل، تنكتب دو ميتيل. عوض ما نكتب دو ميتيل كنكتب دي تا دي ميتيل. اش كتعني دي؟ هي جوج، دو دي ميتيل. اش واحد جوج ثلاثة أربعة، بيطان. مفهوم؟ جيد. اذا نمشي للمثال الاخر. اذا لاشين برينسيبال هي اكبر وحده، فاش كاين الكربون بزاف، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، اذا هي هادي. او لهنا واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، تا هادي مزيانه. او لهنا واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، اذا خمسه. اذا غادي نشد انا هادي ديال الوسط باش نسهل عليا الحساب. الا بديت من هنا غنكون واحد جوج ثلاثه، لا الا بديت من اليمين، لا الا بديت من اليسار تكون واحد جوج. الغاسين الاول غيجي في جوج، والغاسين الثالث غيجي في ثلاثة. اذا هذه مزيانه، نبدا من اليسار. اذا هي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. اذا غادي نجي نبدا بدوك لي غاسين. الاول جا فاش؟ في جوج، والثاني جا في ثلاثة. ولكن هنا كاين واحد المشكل بسيط، شكون اللي غادي نسبق؟ واش غادي نسبق الميتيل ولا الايتيل؟ ديما كنسبقهم باغ اورد الفابيتيك. الا كان عندكم الميتيل والايتيل، شكون هي الحرف اللي سبق؟ هي او. اذا كتسبق الايتيل، واش واضح؟ اذا ديما غادي كتسبقوا الايتيل. الايتيل فين جا؟ في ثلاثة، تدير ثلاثة ايتيل، ثم اش جوج ميتيل، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، بينتان بينتان. اذا واضح؟ اذا تنتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا نومونكلاتيغ ديال لي زالكان. اذا بالنسبه لي زاسيد كاربوكسيليك، هما لي زاسيد اللي عندهم لو جروب فونكسيونيل ار سي او او اش، او لا بكل بساطه تكتبوا بحال هكا تيري سي او او اش. اذا هذا هو لاسيد كاربوكسيليك، يعني اللي فيه اللي في المكونات ديالو كاينه سي او او اش. فاش تلقاو سي او اش في واحد الكومبوزي شيميك عرفوها اوتوماتيكمون سي ان اسيد كاربوكسيليك. اذا شكون هو ان اسيد كاربوكسيليك؟ يعني هو راه اسيد، يعني البي اش ديالو انفيريور ا 7، وفيه هذا الجروب فونكسيونيل سي او او اش. غير نتوما تشوفوا سي او اش عرفوه راه ان اسيد كاربوكسيليك. وهاد السيت تكون لاصقه فيها شي اتوم، اما تكون الهيدروجين ولا تكون واحد الجروبمون ديال الهيدروكربون ديال سي او اش، ديال الكربون مع الهيدروجين. مفهوم؟ اذا كيفاش كنديروا ليه لا نومونكلاتور؟ كيفاش كنسميو هاد لي زاسيد كاربوكسيليك؟ اذا بشكل عادي كنبداو اولا كنكتبوا اسيد. اذا كنكتبوا اول كلمه كنكتبوها هي اسيد، ديما سي او اش غير تشوف انت سي او اش عرفوا راه اسيد، كتكتب اسيد اول حاجه. ثم كتشوف هذا شحال من كربون فيه، واحد. اذا ميثان، عوض تنكتبوا ديك ميثان تنحيدوا ديك او وتنعوضوها باويك، تنعوضوها باويك،
واش واضح؟ اذا هذاش غادي يكون، غادي يكون ميتا اسيد مي طان، هاد او هادي اللي تتكون في الاخر كنضربوا عليها ما كنديروهاش، تنعوضوها باش بويك، تنحيدو ديك او وتنديرو ميتان ويك، اذا اسيد ميتان ويك. مفهوم؟ اذا ديما تيكون اسيد في الاول، السميه ديالها بيتي تسميه، انت ديما تحط اسيد في الاخر، وديما تتكون هاد اويك في الاول تحط اسيد وفي الاخر كتحط هاد اويك، هذا السيفيكس اويك. واضح هادشي؟ جيد. اذا غادي نبداو، اذا نديرو لا نومونكلاتور ديال هاد الثاني هذا. اذا هاد الثاني غادي فيه سي او اش، اذا سيتان اسيد كربوكسيليك، تنكتبو اسيد، ما تنساوش هاد اسيد. اذا اسيد وكنحسبو شحال من كربون فيه، واحد جوج، ميتان ايتان، اذا كنحط ايتان ايتان ويك، اذا ايتان ويك اسيد ايتان ويك هو هذا. نجي لهنا عندي سي او اش، دونك سي تان اسيد، اسيد واحد، تتبداو من هنا واحد جوج ثلاثة أربعة، هذا الكربون فونكسيونيل حتى هو تيدخل في الحساب وهو رقم واحد ديما منو منين كنبداو الحساب، واحد جوج ثلاثة أربعة. إذا اش بيتان، بيتان ويك اسيد بيتانويك. نجيو لهنا، هذا واحد جوج ثلاثة، إذا سي أو أش دونك أسيد، عندنا في رقم جوج عندنا جوج ميتيل، إذا كنكتبو جوج، جوج دي ميتيل، دي ميتيل أش، واحد جوج ثلاثة بروبانويك. بروبانويك اسيد دو 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 دي ميتيل بروبانويك، لان فيه ثلاثة، واحد جوج ثلاثة، اذا بروبان بروبانويك. نجيو لهذا، اذا هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، فيه خمسة دونك بنتان، بنتان واش واضح، وفيه سي او او اش، اذا غادي نجيو غادي نكتبو اسيد. نبداو بعدا بهاد لاغاسين، هادي لاغاسيل الكيل اللي جات فاش في رقم ثلاثة، ثلاثة اش ميتيل، ميتيل واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، دونك بنتان، بنتان ويك. صافي، إذا أسيد تخوا ميتيل، ميتيل بنتان ويك، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، إذا بنتان، بنتان ويك. إذا هاد الطريقة هادي هي باش كنعرفو لي زاسيد كربوكسيليك، تنعرفهم كاينين إلا لقيتي سي أو أش في الآخر بحال هكا، ولا لقيتيها بحال هكا سي أو أش راه بحال بحال، واش واضح؟ إذا غير كتختلف إلا كانت هو سومي ديفلوبي ولا إلى آخره، مفهوم؟ إذا تخي بيان، كنتمنى تكونوا فهمتوا لي زاسيد كربوكسيليك، واش واضح؟ اذا الان غادي نمروا ليزالكول. اذا بالنسبه ليزالكول هما اللي عندهم لو جروب فونكسيونيل او اش، اذا فين ما تشوفوا واحد الكومبوزي شيميك فيه او اش في الاخر، اذا هذاك سيتان الكول، واش واضح؟ لا نومونكلاتور ديال ليزالكول كنعوضوا ديك ان اللي كاينه في الالكان تنعوضوها باول، واش واضح؟ ماشي ان كامله، مثلا عندك ميتان ديك او اللي في الاخر تنعوضوها باش باول، واش واضح؟ اذا كما غادي تشوفوا هنا، هنا اش يكون هذا كربون واحد، اذا هذا ستة ميتان واحد اول، وديما الحساب اللي كنبداو الحساب خاص اولا عند او اش يكون تنتمي لاشين، يكون تنتمي لاشين اش برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال الكربون، ونبداو الحساب باش بحيث انه نعطيو الاو اش اصغر رقم ممكن، واش واضح؟ مثلا بحال كان او اش هنا خاصنا مثلا نبداو الحساب، ماشي نبداو من اليمين، واحد جوج ثلاثة نعطيو الاو اش يجي في الرقم ثلاثة، لا خاصو يجي مثلا في الرقم جوج، يعني نعطيو اصغر رقم، صافي، و او اش يكون تنتمي لهاد لاشين، مثلا ما يمكنش كون كانوا مثلا ثلاثة، ماشي غادي نشد انا هاد لاشين هادي، كون ما كانش هاد، ماشي غادي نشد هاد لاشين ونحيد كاع هاد او اش بحال ما كايناش، لا خاصني نشد لاشين اللي كاين فيها او اش، يعني بحال مثلا هاد لاشين هادي، صافي، ونعطيه اصغر رقم، مفهوم؟ اذا هادشي غادي نخدموه بشويه علينا تاتهم. اذا هذا كربون واحد يعني ميتان،
ميثان واحد اول، لان هنا بدينا حساب من واحد، واحد جاء او اش في واحد لاصق مع الكربون الاول، اذا ميثان واحد اول. او الا كنكتبو بشكل اخر، الا كان هاد او اش هذا كان لاصق مع الكربون الاول كنكتبو ديريكت ميثانول، مي اذا كنكتبو ديريكتومون ميثانول بحال هكا. واش واضح؟ اذا هذا واحد جوج، جوج يعني ايثان، ايثان جو ايثان واحد اول، او لا تنكتبو ايثانول ديريكتومون. هنا لا شين برانسيبال هي اللي فيها اكبر عدد ديال الكربون، واحد جوج ثلاثة، او لا بدينا من اليمين واحد جوج ثلاثة، اذا ديما او اش كيجي في جوج، يعني مزيان بديت انا من هنا واحد جوج ثلاثة، اذا او اش اللي هو الجروب فونكسيونيل ديال لي زالكول جا في جوج، مفهوم؟ اذا اش تنكتب واحد جوج ثلاثة بروبان جوج، هاد او اش جا في جوج، جوج اون، مفهوم؟ نجي لهنا نشد هاد لاشين، هادي كربونيك اطول وحده هي هادي، واحد جوج ثلاثة أربعة، فيها أربعة مزيان. الأو أش ماشي إلا بديت من هنا غيجي واحد جوج ثلاثة، غيجي في ثلاثة أو أش، لا خاصو يجي في أصغر رقم، إلا بديت من اليسار واحد جوج غيجي في جوج، واحد جوج وهادي ثلاثة هادي أربعة، إذا مزيان يجي في فاش في جوج، إذا هنا واحد جوج ثلاثة أربعة، وعندي واحد لا غاصين فاش في رقم ثلاثة، إذا غنكتب هي ثلاثة ميتيل اش، واحد جوج ثلاثة أربعة، بيتان فين جا هاد هاد او اش في جوج، بيتان جوج اول، اذا هاديك او اش جات في جوج اول، اذا ثلاثة ميتيل بيتان جوج اول. نجيو عاد تاني لهنا، اطول وحدة هي هادي، هادي واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة، خاصني نبدا الحساب باش يجي او اش هو الصغير، يعني نبدا من هنا باش تجي نعطي اش اصغر رقم نعطيه واحد، واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة، الا بديت من الجهة الاخرى غادي يكون او اش عنده خمسة، لا اذا هادي ما خاصش او اش يشد الرقم الكبير، ديما يشد اصغر رقم. اذا غادي نجيو هنا نبداو الحساب، اذا بعدا عندي واحد لاغاسين هنا في جوج اللي هي ايتيل، وعندي واحدة في ربعة اللي هي الميتيل، اذا اش غادي نكتب، اذا غادي نكتب دو ايتيل، دو ايتيل دو ايتيل اش اربعة ميتيل اش، واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة، خمسة اللي هو البنتان، بنتان واحد اول، بنتان واحد اول، مفهوم؟ اذا دو ايتيل كاتر ميتيل بنتان واحد اول. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هاد لا نومنكلاتور ديال لي زالكول، اذا لي زالكول هما اي جروب اللي فيه او اش في الاخر ديالو، فيه او اش بحال هكا، او اش او اش او اش، ديما تيكون لاصق فيهم واحد لاغاسين او اش، ديما فين تلقاو او اش عرفوه راه الكول. اذا في هذه الحصه غادي نديرو لا رياكسيون دو ليستيريفيكاسيون اي دو ليدروليز. اذا كيفاش كنتجو، كيفاش كنمشيو ليستيريفيكاسيون؟ ليستيريفيكاسيون هي ديك لا رياكسيون اللي تعطينا انيستير. اذا شكون هو انيستير؟ بكل بساطه هو لو برودوي ديال لا رياكسيون اونتر ان اسيد كاربوكسيليك اي ان الكول. كلنا قرينا في البارتي الاولين شكون هو ان اسيد كاربوكسيليك، كيفاش تيتكتب، كيفاش كنقراوه. اذا لا رياكسيون اونتر ان اسيد كاربوكسيليك، لاسيد كاربوكسيليك كما كنا عرفنا انه تتكون من ار سي او او اش، هذا سي ان اسيد كاربوكسيليك، ملي كنزيدوه لواحد الكول اللي هو عنده ار بريم او اش كيعطينا انيستير. واش واضح؟ كيعطينا انيستير، ليستير مكون من هاد الجوج، هذا سي ان اسيد كاربوكسيليك ياك، ان اسيد، ان اسيد الي سوسيبتيبل دوني دو دوني ان بروتون اش بلس، اذا لاسيد اش كيدير؟ كيعطي واحد
البروتون اش بلس كيعطي اش بلس، هاد اش هذا غادي يتحيد، مفهوم؟ هاد اش غادي يتحيد، اذا ليستر غادي يكون هو ار سي او او او، هذاك اش اللي تحيد غادي يلصق مع او اش، وهاد الالكول غادي يفقد هاد هاد الاير بريم، هاد الاير بريم ديالو غادي يفقدو غادي يلصق هنا، غادي يولي هذا، غادي يولي هذا اير بريم بلس هذاك الاش مع هاد او اش غادي يلصق هنا اش مع او اش، اللي هي شكون هي هاد شكون هي هاد لا موليكول اللي فيها جوج ديال الاش، او مع جوج ديال الاش هي الماء، هي اش دوزو، واش واضح؟ اذا غادي يعطينا بلس الماء بلس اش دوزو، مفهوم؟ اذا هنا شكون هو النستير ببساطة؟ هو اش لا رياكسيون انتخ ان اسيد كربوكسيليك اي ان الكول، اي ان الكول تعطونا النستير، تعطونا النستير، مفهوم؟ اذا هنا هاد لابارتي هادي كلها ديال تجينا مناش من لاسيد كربوكسيليك، هي هاد لابارتي ديال لاسيد كربوكسيليك راه هي هادي نفسها، وهاد اير بريم وهاد اير بريم هي هادي، هي ديال اللي جاتنا من لاكول، وهاد اير بريم هي ديال لاكول. اذا لاسيد كربوكسيليك هاد لابارتي اللي لاصقه مع سي، هاد اغ اللي لاصق مع سي هو اغ ديال لاسيد كربوكسيليك، وهاد لابارتي اللي لاصقه مع او هي اير بريم اللي كانت لاصقه في او ديال لاكول، صافي؟ يكون جروب يكون جروب الكيل يكون كيما بغى يكون، غير اشنو خاص هاد اخ بريم، هاد اخ بريم ما عمرها تكون اش، واش واضح؟ حيت اصلا لاصقه في او اش ما يمكنش تكون اش، تتكون سي، تتكون واحد لاشين كربونيك ضروري، اير بريم خاصها تكون اون شين كربونيك، حيت الا كانت اش غتولي اير سي او او اش اللي هو اسيد كربوكسيليك، لا يمكن، واش واضح؟ اذا هاد اير بريم هادي راه هي واحد السي مثلا سي او اش اللي هو الميثانول ولا الايثانول، سي اش سي اش 3 يعني جوج ديال لي سي ايثانول ولا شي حاجه، المهم هادي سي اون شين كربونيك فيها غير لي كربون، واش واضح؟ ويقدر يكون فيها الاكسجين الهيدروجين ديك يقدر يكون فيها الهيدروجين ولا شي حاجه ماشي مشكل، المهم هاد اير بريم ضروري يكون فيها الكربون، مفهوم؟ جيد، ما خاص المهم هاد اير بريم خاصها تخلف الهيدروجين ما خاصهاش تكون هيدروجين. اذا ليستر هو بكل بساطه كنجمعوا هاد لابارتي الاولى ديال لاسيد كربوكسيليك، كربوكسيليك مع هاد اير بريم ديال تلصقوا في هاد اير بريم ديال الكول وكتعطينا ليستير، هاد ليستير عندهم رائحه، عندهم رائحه، هاد تنستعملوهم مثلا في لي بارفان، تنستعملوهم في الزيوت، تيكونوا في لي فروي طبيعيه اذا بحال البنان التفاح الى اخره، تيكونوا فيهم ليزيستير اللي عندهم رائحه، وهاد ليزيستير تنخرجوهم وكذلك تنديروهم فاش في الروائح، مفهوم؟ اذا هذا هو ليستير بكل بساطه. اذا هذه الى مشينا لهذا الشيء هذه هاد بالنسبه لهاد ليكواسيون هاد لا رياكسيون هادي اي لي لونت ثقيله وليميتي ما كتعطيناش في لو روندومون ديالها 100%، لوطو اكس فينال ديما تيكون صغر من اكس ماكس دائما، اذا ليميتي وثقيله تحتاج ساعات وساعات، وخاصه نسخنوها، اذا باش نسرعوا هذا التفاعل الكيميائي خاصه نسخنوها ولا نزيدوا واحد الكاتاليزور اللي غالبا تيكون اناسيد، كاتاليزور باش يسرع هاد التفاعل الكيميائي، واش واضح؟ وكما قلنا هو ليميتي. اذا الا مشينا من هاد الشيء هذا، الا مشينا نسميو هادي نسميو هاد هادي اللي بالزرق مثلا واحد ياك، ونسميو هادي اللي بالاحمر جوج، اذا الا مشينا في لو سونس ديريكت اللي هو واحد، الا مشينا في لو سونس ديريكت تنسميوها استيريفيكاسيون، استيريفيكاسيون هي استيريفيكاسيون، و الى مشينا للعكس من هنا لهنا تتسمى ليدروليز، اذا الى مشينا في لو سونس انفيرس جوج في لو سونس انفيرس تنسميوها هيدروليز، صافي؟
اذا الى اسيد كربوكسيك بلس الكول تعطينا ان استيريفيكاسيون، يعني كيعطونا ان استير بلس لو. مشينا بالعكس ليستير بلس اتش 2 او كيعطونا ان اسيد كربوكسيليك بلس ان الكول. اذا دابا هاد ليستير كما قلنا هو خليط بين لاسيد كربوكسيليك وبين الكول، يعني حتى في التسميه ديالو غادي يكون اش فيه عنصر من لاسيد كربوكسيليك وعنصر من الكول. اذا الان غادي نديرو لا نومونكلاتور دي زيستير. بالنسبه لا نومونكلاتور دي زيستير، اذا كنبداو كنشوفو ليستير ديما تنحطو قدامنا. ليستير فيه ار سي او او ار بريم، واش واضح؟ اذا هذا هو الوسط ديالو، كنشدو حنا هذا الوسط ديما باش ما نتلفوش. تتشد انت هذا الوسط، هاد ار سي او ديما كتبدا بار، ار هي باش كتبدا، عاد كتمشي لار بريم، واش واضح؟ وكتزيد وات وات. انا غنشرح لكم غير بشويه تتفهموا. انت شوف، اذا غادي نبداو بهذه اللي بالاحمر. اذا هنا غنشوفوا شكون اللي لاصق في السي اش. اذا غادي نبدا سي وحده، اذا كاينه سي وحده، ما كاينش شي سي اخرى اللي لاصقه مع السي، ياك كاينه غير اش سي وحده. اذا هي ميثان، كنكتبوا ميثان هنا، كنديرو ميتان وات، كنزيدو ديك وات ميتان وات، واش واضح؟ ديما كنزيدو ديك وات صافي. و تنديرو دو دو اش اش لي لاصق او ار، هذا ستان جروب ايتيل، دو اش دو ميتيل سي اش 3، اذا ميتيل دو ميتيل صح. تري بيان، نجيو عاود تاني لهاد الاخرين. عندي هاد الجروب هذا هو سي او اش، ياك شكون هي اللي لاصقه في السي؟ سي اش 3، شحال من هنا من السي؟ عندي واحد وعندي جوج، جوج ديال السي. اذا راه حتى هاد السي كندخلوها في الحساب، واش واضح؟ اذا كنكتب اذا ايتان ايتان وات اي ثان وات، هاد وات ايثان وات دو، ديما هاد دو ميتيل نيت، هادي ميتيل. اذا ايثان وات دو ميتيل صافي. تري بيان، اذا نحيدو دابا الالوان وانتوما تبعو معايا. اذا شكون هي اللي لاصقه في السي؟ اذا هاد الجروب هذا ياك سي او او، هنا هادي اللي لاصقه في السي هو الجروب اللي كنبداو به. عندك واحد جوج ثلاثة أربعة، وكاين واحد لاغاسين هنا الكيل، فاش في واحد في جوج في ثلاثة، إذا غنبداو بها هي الأولى. ثلاثة اش ميتيل، تنحيدو هاد إلا كانت في الوسط، ياك ثلاثة ميتيل اش، واحد جوج ثلاثة أربعة، إذا بيتان نوات، بيتان نوات دو، بيتان نوات دو اش دو ميتي، بيتان نوات دو ميتي إذا تخوا، واحد جوج ثلاثة تخوا ميتيل بيتان نوات دو ميتي دو، هذيك اللي تتكون لاصقه في او تنكتبوها دو دو اش من جروب الكيل، اذا ميتيل. نجيو عاود تاني لهنا سي او او، شكون اللي لاصقه في السي؟ هي السي اش، واحد جوج واحد جوج، اذا ايتان وات نكتبوها هنا ايتان وات دو، هنا عندي واحد جوج ولاصق في واحد، واحد الجروب عاود تاني دو ان دو ان ميتيل، وهادي جوج ديال السي ايتيل. هنا الاصلية الجروب الاصلي هو هذا الايتيل، ولكن لاصق فيه واحد الميتيل، اذا تنديرو واحد ميتيل عاد كنكتبو هاد الجروب الاخر ايتيل، مفهوم؟ حلينا جوج ديال السي. نجيو عاود تاني لهنا، هنا واحد جوج ثلاثة، إذا عندي هنا جوج مدوبلة، ياك تنكتب جوج فاصلة جوج، شحال من ميتيل لاصق في جوج؟ راه جوج، إذا دي ميتيل، دي
دي ميتيل ياك اش واحد جوج ثلاثة بروبان بروبان وات بروبان وات بروبان وات تري بيان بروبان وات دو دو اش دو ميتيل واضح اذا هذه هي الطريقه باش كنقراو لي زيستير لا نومونكلاتور دي دي زيستير اذا تنتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا نومونكلاتور دي زيستير وفهمتوا كيفاش تلقاوهم اذا راه لي ستير هو الخليط بين ان اسيد كربوكسيليك وان الكول هو اللي كيعطينا لي ستير مفهوم تري بيان اذا دابا غادي نكملوا باقي فقرات ديال الدرس بالنسبه لهاد لي زيستيريفيكاسيون اي ليدروليز بالنسبه لهاد المعادلات هما الوحيدين عقلوا على هاد القضيه هادي الوحيدين اللي تيكون فيهم الماء يا اما ان برودوي في الحاله ديال ليستيريفيكاسيون او بيان ان رياكتيف الى مشينا من الاتجاه المعاكس يعني في ليدروليز ليدروليز يعني استر بلس او تعطينا اسيد كربوكسيليك اي ان الكول مفهوم اذا الماء هنا راه يا اما تيلعب الدور ديال رياكتيف ولا كيلعب الدور ديال ان برودوي ما تيكونش وافر علاش حيت هنا ما كندوبوش هاد لي زاسيد كربو ماشي ان سولفون ماشي كنجيو لاسيد كربوكسيليك كندوبوه في الماء وكتوقع واحد التفاعل لا كنجيبو اسيد كربوكسيليك بيغ مع ان الكول بيغ وكيعطيونا الماء يعني الماء هو ان برودوي واش واضح ما كانش في الاول مفهوم اذا بالنسبه لا كونستانت ديكليبر ديال لي ستيريفيكاسيون يعني اتجاه عطاتنا لي ستير اش كنديرو كنشدو الماء ياك لو اش دوزو في ليكيليبر كنضربوه في ليستير هاد ليستير هذا في ليكيليبر مقسومه على اش على لاسيد كربوكسيليك في ليكيليبر فوا الكول تا هو في ليكيليبر مفهوم اذا هو الماء لو فوا ليستير ليستير اذا كلهم في ليكيليبر واش واضح هذا ايستير هذا الماء هذا الكول وهذا اسيد كربوكسيليك مفهوم اذا هادشي اللي تيكون فوا كلهم في ليكيليبر بالنسبه الى مشينا بالاتجاه هذا بالنسبه لاش بالنسبه الى مشينا لاش لي ستيريفيكاسيون يعني هادو هما لي برودوي لي ستير مع الماء الا مشينا في لي ليدروليز لي برودوي تيكونوا هما لاسيد كربوكسيليك مع الكول اذا هادو تيطلعوا الفوق اذا كاب بريم لا كونستون ديكليبر في ليدروليز هي العكس ديال لا كونستون ديكليبر فاش هي واحد على كا اذا اش غادي تكون هي غادي يكون لاسيد في ليكيليبر فوا الكول في ليكيليبر مقسومه على لو في ليكيليبر فوا ليستير في ليكيليبر مفهوم هادشي جيد بالنسبه لو روندومون هذه كتعطى في التمارين دابا نشوفوها في التمارين دابا نخدمها معكم في التمارين ونخدموها كذلك في الامتحانات الوطنيه بالنسبه لو روندومون تيكون ان ايكيليبر مقسومه على ان ماكس شكون هي ان ايكيليبر هي لا كونتيتي دو ماتيير في ليكيليبر اللي وصلنا ليها ياك فاش وصلنا ليكيليبر شكون هي ديك لا كونتيتي دو ماتيير مقسومه على ان ماكس يعني يكون كانت ليكواسيون توتال يعني يكون هي ان انيسيال مثلا واش واضح هي ان انيسيال كون كانت ليكواسيون توتال ديك ان ماكسيموم باش غنوصلو او لا كذلك تنعبروا عليها بام ايكيليبر على ام ماكس يعني ان ايكيليبر هي ام ايكيليبر على ام لا ماس مولير ياك و ان ماكس ديال نفس البرودوي غيكون اش ام ماكسيموم لا ماس ماكسيموم على ام الا قسمتي هذه على هذه غادي تختزل ام غتولي هي ام ايكيليبر على ام ماكس واش واضح اذا هذا الشيء غادي نخدموه في التمارين شويه عليكم حتى تفهموا اذا نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان الدرس ديال لي ستيريفيكاسيون الهيدروليز هذا النص ديال البروغرام ديال الشيمي اورغانيك نتمنى لكم التوفيق والنجاح نتلاقاو في تمارين تصحيح ديال سلسله ديال التمارين ثم تصحيح ديال الامتحانات
وطنية ديال الشيمي اللي تناولوا الموضوع ديال لاشيمي أورغانيك. شكرا جزيلا على حسن انتباهكم.